ما تروح تسألها هي، هو أنا اللي رحت لها ولا حتى هوبت ناحيتها، ولا هي اللي جات لي هنا لحد عندي في بيتي؟ طب أنا نوار هعيد عليك السؤال تاني، جميل يا مراتي جات قالت لك إيه؟ طب سؤال أسهل، أنتي قلت لها إيه؟ عايز تعرف كاميليا مراتك حبيبة قلبك قالت لي ايه؟ اكيد. اقول اتفضلي. كاميليا حبيبتك جت عشان تقول لي انها مش هتفرط في ورث بنتها. عايز تعرف انا رديت قلت لها ايه؟ قلت لها خدي الورث كله، مش فارق معايا، مش فارق معايا غير الونش وبس، مش عايزة غيره. قلت لها ان هي اللي فارق معاها الورث وانا اللي فارق معايا الونش انت. وكانت بتتكلم على اسمة عدل كده، قلت لها عايزة اسمة العدل خدي الفلوس كلها، ما تلزمنيش، كل اللي يلزمني الونش، خدي الفلوس وسيبيني اعيش تحت رجليه حتى لو في اوضه فوق سطوح. ما بتمليش ابدا. ما خلصنا بقى، احنا هنفضل نغني في الاغنيه دي كتير، ما مليتيش، هتفضلي تجري بالحب كده لما بقى الست اللي تحط ايديها في ايدين اعداء جوزها، في حد يامن لها تاني؟ انا صحيح ممكن اغلط غلطه، لكن اغلط التاني والله ما اعرفش، يعني حتى لو حاولت ما اعرفش. وفرت اختك للي في بطنك يا نوار. انت سألت وانا جاوبت، وانت حر بقى، صدق اللي تصدقه وكذب اللي تكذبه. انا عمري ما هبقى حر الا لما اخلص منك. تخلص مني انا؟ سبحان الله، ده انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعابك ما هتلاقي حد بيحبك قدي. ما نخلص بقى ونحل بعض كده بالمعروف بدل ما أذيكي. وهو في أذية أكتر من السم اللي بتبخه في وشي دلوقتي ده؟ ده أنا أهون عندي تذبحني بسكينة تلمة ولا تقولي كلمتين زي دول. سكينة تلمة؟ والله ولا أي حواء فيك، أنت جلدك تخين، خليكي نبيها نورة. الماتش خلص، أنت كده بتلعبي في الوقت الضايق. لولا الواد اللي في بطنك أنا ما كنتش أحلك. ارضي بالمقسومة نورة وابعدي عني، لا صبري ينفد وساعتها ولا حد في الدنيا يقدر يحميكي مني. هأذيكي.